السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. السلام عليكم جميعا. للأسف الشديد
نيد الباد سورسز الاير الموجود فيها موجود في صوره فيري كومبلكس لدرجه ان ما عنديش الانزيمز اللي هي تقدر تحوله الى سمبل فورمولا فور ابسوربشن. وكل سنه بقول هذا الكلام ان المين دايت عندنا في الشعب المصري اللي هو الفول. الفول كم الايرن اللي فيه عالي جدا، وبالرغم من هذا معظم الشعب المصري عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، بالرغم ان الديلي انتيك اوف فول في اليوم عنده يعني قتله مفتاح، واخدين بالكم؟ لكن بالرغم من كده عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. ليه؟ لان بنقول ان البلانت سورسز هي مش المين سورسز اوف ايرن، هو الايرن اللي فيها انا ما اقدرش احوله الى سامبل فورمولا فور ابسوربشن، لكن الحيوان هو اللي احوله الى سامبل فورمولا فور ابسوربشن. طيب امال هي ايه الحاجات اللي فيها ايرن اوف هاي بايولوجيكال فاليو اللي هو قيمه غذائيه عاليه او موجود في سامبل فورمولا هيبقى كويس قوي فور ايه؟ الكلام ده موجود في الانيمال بروتينز، موجود فين؟ في الانيمال بروتينز. طيب لما نيجي بقى نشوف احنا لما بناخد الايرن اللي بناخده ده بيكون موجود في صوره فيريك ايرن. الفيريك ايرن بيوصل الى الصمغ 3 بلس فيريك ايرن. الفيريك ايرن في هذه الصوره ما يقدرش الجسم ياخده، لازم عشان يحصل له ابسوربشن لابد اخده في صوره ايه؟ فيرس فوق. طيب ازاي هتحول الايرن من فيريك الى فيرس فوق؟ عشان احول الايرن من فيريك الى فيرس فور احنا محتاجين ال HCl of the stomach. يبقى عشان احول الايرن من فيريك الى فيرس محتاجين اسيتيك ميديا، والاسيتيك ميديا عندنا اعلى حاجه فين؟ في الاستومك. طيب الكلام ده هيهمني في حاجه؟ ايوه، ان اي حاجه هتزود الاسيدتي في الاستومك هتزود الايرن ابسوربشن، اي حاجه هتقلل الاسيدتي في الاستومك هتقلل الايرن ابسوربشن. طيب بالتالي الكلام ده هيخليني ادخل في حاجات هقولها في الكوزس دلوقتي. ايه هي؟ لو جينا بصينا للاطفال، عندنا اطفال بياخدوا بريس ميلك رضاعة طبيعية، وأطفال بياخدوا كاو ميلك أو بافلو ميلك يعني ارتيشيال ميلك. لو جينا بصينا للألبان يا أولاد بصفة عامة زي ما هناخد في الإنفنت فيلينج بعد كده، هنقول إن كل الارتيشيال ميلك والبريست ميلك كلاهما ديفيشنت للأيرون، ما هماش adequate sources of iron، لا البريست ميلك كافي ولا الارتيشال ميلك فيه الاير كافي. امال المشكله في ايه؟ المشكله ان عندنا البريست ميلك الرياكشن بتاعه نيوترال، بمعنى ان البريست ميلك لا هو اسيدك ولا هو ايه؟ الكلاين، وادام هو اسيدك ولا الكلاين لن يؤثر على البي اتش اوف ذا ستومك، مش هيأثر على البي اتش اوف ذا ستومك. وبالتالي صحيح البريست ميلك الايرن اللي فيه غير كافي، لكن كله بيحصل له ابسوربشن. ليه كله بيحصل له ابسوربشن؟ لان الاسيدتي اوف ذا ستومك لا تتأثر. لكن لو جينا بصينا الى الارتيشال ميلك الرياكشن بتاعه الكلاين، ادام الرياكشن بتاعه الكلاين العين لما يجي ياخده هيقلل الاسيدتي بتاع الاستومك، الايرن اللي موجود لن ينقص. ليه؟ لان اصبح الكلاين ميديا،
الطفل بياخد انتسيتس حاجات للحموضه. واحد يقول هو في اطفال هتديهم حاجه للحموضه؟ ايوه، هنشوف اطفال كتير قوي الام تلاقي الولد سخن بتديله خفض حراره. خفض الحراره كل خفضات الحراره دي سواء باراسيتامول سواء اسبرين سواء نان سترويدر كلهم بيعملوا جاستريك اوروجنز. وإذا بيعملوا جاستريك اوروجنز ايه الحل؟ لازم عشان تمنع هذا الكلام الام تدي ايه؟ انتاسيتس. لما تدي انتاسيتس عشان تمنع ان يحصل ألسر في الاستومك اللي بدا الولد يشتكي الحاله ديت، اي واحد ياخد انتاسيتس نتوقع مع الوقت يجي له ايه؟ يجي له اير ديفيشنسي علينا. كل ده من النقطه دي خرجنا بيه. مش كده وبس، حضراتكم جميعا كل واحد فيكم دلوقتي اعتاد لما بيجي ياكل بيعمل ايه؟ بتلاقي ماسك سندوتش بايد والناحيه الثانيه حاجه ساعة. كويس؟ كل الانبياء الغازيه انت وقت تشرب تاكل وتبلع، بتاكل وتبلع، بتاكل وتبلع. كل المياه الغازيه اللي فيها صودا الهيال الكلاين، وكلها الكلاين بتعمل ايه؟ بتمنع الايرن اتوش. بتشوف اطفال كتير جدا جدا الولد جاي في سيفير ايرن ديفيشنسي انيميا ومش لاقي اي سبب. الام بتقول لك بياكل كويس قوي مش عارف ايه، ما بيشربش لا شاي ولا بيعمل كذا الحاجات اللي اقولها معاك كده. والله ما ده حصل من ايه؟ انت مش واخد بالك من موضوع البيفرجز او المياه الغازيه اللي هو بياخدها الايه. تقول الام هو بيشرب مياه غازيه بيبسي كولا اي مثلا حاجات من سفن الحاجات دي كلها تقول لك انت عايش عليها مش شخص مريض هو عايش عليها. ده سبب خطير جدا. كويس؟ ليه هيمنع برضه الايرن ايه؟ ابروش. الام معتقده ان الولد اللي بيعمل ايرن ديفيشنسي انيميا الشاي انا مش هشربه شاي بس بشربه ايه؟ بيبس ومش عارف ايه؟ لا مش ايه؟ كلام واضح؟ طيب بعد كده الفيروس اير بيقدر يحصل له ابسوربشن من الابر بارت اوف ذا يودينا. الابسوربشن اوف ايرن بيتم من الابر بارت اوف ذا يودينا ليه؟ لان ده المكان اللي هو فيه اسيد الميه. الثيرد بارت اوف ذا يودينا والسكند بارت البي اتش هتبقى الكلاين، ما ينفعش يحصل ابسوربشن للاير. المهم لازم تبقى عارف ان الايرن ده الابسوربشن بتاعه ديبندنت على الكارير بروتين، مش حاجه كده جيت بتفتح لها او بوابه بتفتح لها وتدخل باي كم. لا، ده انا عندي كارير بروتين موجود على مستوى الميوكوزا سيل بتاعت الدودينا. الكارير بروتين ده احنا بنسميه ايه؟ ابو فريتين. اسمه ايه؟ ابو فريتين. ما يلزمنيش دلوقتي. الابو فريتين يمسك بالاير يتحول الى فريتين. الابوفريتين هنا اللي في الميوكوزا طبعا دي خليه موجوده في الدودينم. الابوفريتين اللي هنا ده ياخد الاير ويسلمه الى كارير بروتين في الدم. طبعا ادي الكارير بروتين ده انا بسميه ابوفريتين بس موجود فين؟ في البلد. الابو بروتين الموجود في البلاد ده هو اذا كارير بروتين او اير. طيب الابو بروتين لما يمسك في الاير هنعتبر الاير هو اللون الاحمر ده. بيمسك في الاير اصبح اللون الاحمر واللون الازرق الاسف الاسود اصبح اسمه ايه؟ فريتين. يبقى ايه هو الفريتين؟ هو ابو فريتين بس شايل مين؟ شايل عرق. الابو فريتين الموجود في البلاد اول عشان واخد الايرن وماشي فيه في البلاد وبيوزع الايرن الى كل اجزاء الجسم ده احنا بنسميه ترانسفيرن. بنسميه ايه؟ ترانسفيرن. الترانسفيرن هو الفريتين اللي موجود فين؟ في البلاد. بعد كده
الترز بتاعته. مكان الترز بتاعته فين؟ الليبر. هيبدأ يتخزن فيه الليبر إلى حين الحاجة إليه. احنا عندنا الفطورز of iron inside the liver موجودة عندنا تكفي قد ايه؟ بتكفي اقصى حاجة 6 شهور. الليبر ما يقدرش يخزن ايرن لاكثر من ايه؟ احتياجات جسمي لاكثر من 6 شهور. يقدر يخزن لك ايرن اللي انت تحتاجه فترة 6 اشهر. حتى الطفل لما بيولد بيبقى عنده الفطورز of iron لتكفيه فترة ايه؟ 6 شهور. طيب فنروح الى مكان الستورز الى حين الحاجه اليه. السؤال هنا واحد يقول مش معنى الايرن له كارير بروتين في الدم وشايله بيوصله الى الحلاجه اللي احنا بنقول عليها تايه. لان الايرن يا اولاد لو اصبح فري هيحصل له ديبوزيتس انسايد ذا تيشوز. لو حصل له ديبوزيت جوه التيشو هيعمل لي مصيبه. ليه؟ لان هو توكسيك للخلايا نفسيه. المصيبه دي بنسميها ايه؟ هيمو سيتروزس. وهنبدا بهذا الكلام من الحصه المقبله اللي هي هامه جدا يوم الثلاث اللي هي اول الهيموليتيك ايه؟ انيميا. يبقى هنا ربنا مخلي الاير شايله كارير بروتين. الكارير بروتين ده عشان يمنع الديبوزيت اوف اير من انسايد تيشوز. لما يمنع الديبوزيت اوف اير هيمنع موضوع مين؟ الهيمو سيتروزس. مش كده وبس، الابوفيريتين الموجود جوه الميكوزا او ثديوميا لما بياخد الايرن ويوصله للبلاد مجرد ان هو يشيله من اليومن او ثديوميا ويوصله للترانسفير في الدم ده ليه؟ لان لو الايرن دخل واصبح فري جوه الثديوميا ازاي هيدمر السيلز نفسيها؟ هو هيدمر ازاي اي خليه؟ هنعرف هذا الكلام بالتفصيل لما ناخد الهيموليتيك انيميا. ده اللي بيحصل بالنسبه للايرن. هنا بقى الستورز الهيئ في نقطه هامه جدا. ايه هي؟ احنا ساعه الولاده عندنا الطفل عنده ستورز تكفيه لمده 6 شهور. عايزين من النقطه دي حاجتين. اول حاجه الستورز دي الطفل بيكونها امتى؟ اي ستورز الطفل بيكونها في اخر 3 اشهر من الحمل. الطفل يكون الستورز بتاعه في اخر كام؟ 3 اشهر. الشهر السابع والثامن والتاسع. وبالتالي لو نزل عندي طفل في الشهر السابع نزل عنده عمر اقل من 37 اسبوع جستيشنال ايج فتره الحمل بنحسبها بالاسابيع. لكن هنقول دلوقتي عشان فلوسها ما تعرفوش تلمسها ولا حاجه، نفترض عيل نزل في الشهر السابع. لما اتولد في الشهر السابع هو حوش لفتره قد ايه؟ شهر واحد. هل الكميه اللي هنا هتكفيه؟ مش هتكفيه. تركب؟ يعني هنفترض ان هو حوش نص الاسطوس، اسف تلت الاسطوس، لانه قعد شهر بس. يبقى هنا الكميه دي تكفيها قد ايه؟ شهرين اتنين، يبقى الاسطوس التاني قليلة يا دوب تقضي لمدة شهرين. بلاش كده. ممكن ينزل عيل 9 اشهر. لما هناخد النيوناتولوجي هنقول ان النورمال بيرث ويت بتاع العيل وزنه من 3 كيلو الى 3 كيلو ونص. نزل عيل 9 اشهر فول تيرم لكن لقيت وزنه كيلو ونص، لقيت وزنه 2 كيلو، اقل من 2 كيلو ونص. الله، هو أدى فترة الحمل كاملة ونازل وزنه صغير. من هنا بعرف إن كان في مشكلة بتمنع العيل إن هو يكبر، فما ما كبرش زي الأطفال العاديين. كل حاجة عنده صغيرة، من ضمن الحاجات اللي هتبقى قليلة عنده مين؟ الأسطوز. الحاجة التانية دي في الولد اللي نازل فولتر لكن وزنه قليل دي بسميها انترا يوتراين جروس ريتارديشن. انترا يوتراين جروس ريتارديشن. يبقى انا عندي هنا الاسطوس يا اولاد بتبقى قليله في كام حاجه؟ في كام حاجه؟ في حاجتين.
الشاب والحاجة جدا. وهنقوله دلوقتي في الكلينيكال برزنتيشن. هو الايرن ديفيشنسي انيميا كومن تشوفها بعد سن قد ايه؟ اللي هو الايج اوف اوست. الايرن ديفيشنسي انيميا متوقع يا ولاد نشوفها بعد 6 شهور من الولاده. ليه؟ لاننا قلنا ان العادي الطفل ينزل للدنيا يعتمد على البريست ميلك فقط لا غير، هيرضع من الام فتره 6 شهور الاولانيين ما بتديش حاجه بالرضاعه طبيعيه بس. ليه؟ لسه ما لوش سنان ولا اي حاجه عشان ناكله. فاعتماده كله على ايه؟ على البريست ميلك. وانا لسه قايل في اول كلامي ان البريست ميلك ديفيشنت فين؟ في الايرن. بس كل الايرن اللي فيه بيحصل له ايه؟ ابسورشن. طيب نفترض مثلا العيل زي ما انا قلت دلوقتي محتاج مثلا 2 مللي جرام بالكيلو جرام بالدي ايرن. اقل حاجه محتاج 2 مللي جرام بالكيلو جرام بالدي من الايرن. كويس كده؟ البريست ميلك ما فيهوش ال 2 مللي جرام دول بالكيلو. زي مثلا البريست ميلك فيه 1 مللي جرام. هل ده الفرق؟ هو محتاج 2. البريست ميلك بيديله 1. ايه اللي يحصل؟ الواحد ده هيحصل له ابسوربشن وناخد 1 من ايه؟ من الاسطورز. يبقى اذا الطفل مجز ولادته كل يوم يستلف من ايه؟ من الاسطورز. هذا امتحان مسبق في علم الله سبحانه وتعالى. ان هو الاسطورز دي محطوطه عشان تعوض الديفيشنسي بتاع البريسبل. طيب الاسطورز دي حتى انها تعوض لحد قد ايه؟ لحد 6 شهور. عند 6 شهور هتكون فلتت. كويس؟ وبالتالي العيال بقى بعد 6 اشهر هل كلهم هيجي لهم ايرن ديفيشنسي انيميا؟ المفروض لا. ليه؟ لما نيجي نتكلم في الانترفين احنا بننبه على الام اول ما الطفل يدخل في الشهر السادس لازم تبدا تاكل العيل اللي احنا بنسميه الويننج. مش الويننج اللي هو الفطام اللي هي تمنع الرضاعه، لا، هي الرضاعه بس بدات تاكل حاجه مع ايه؟ الرضاعه. نبدا ننبه على الام اول ما العيل يدخل في الشهر السادس هتبدا تدي حاجات فيها اير. تديله مثلا حته كبده مسلوقه، شوربة لحمة، كويس؟ أي حاجة تعيّر سبلمنتيشن من أنيمال بروتينز. هذا الكلام بنقوله من عمر 6 شهور. ليه؟ لأن بقول للأم خلي بالك المكسوب بتاع الأيرون بتاعه إيه؟ خلص. فأنت لازم تعوضي بالأكل منين؟ من بره عشان يسند الديفيشنسي اللي موجود فين؟ في البريزمان. طب افترضنا الام بقى مش فاهمه القضيه دي. تقول لك والله ده ربنا قال ان احنا نرضع ايه؟ نرضع 2 سنين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. يا ست الكل ربنا قال ترضعي 2 سنين. والسنتين السنتين هجريه مش ميلاديه، يعني سنه وعشر شهور ميلاديه. خلاص؟ المهم ترضعي 2 سنين. لكن هل يوجد في القران او السنه او في اي تشريع ان يقول لك رضعي بس ما فيش حاجه ثانيه؟ لا. الكلام واضح؟ احنا بناكل من اول الشهر ايه؟ السادس عشان نعوض الايه؟ الديفيشنس. جاي عيل مثلا سي 9 اشهر. الولد ده الام بتقول لك والله انا شايفه وشه كده مخطوف يا دكتور، والولد اقل مجهود بيعمله تلاقيه تعبان، حاسه ضربات قلبه سريعه الى اخره. تبقى هي مانيفستيشنز اوف ايه؟ انيميا. عامل دور انت معاك موبايل يقفله عشان ده بيأثر على الجهاز. عملت له هيموجلوبين، طلع الهيموجلوبين زي مثلا 8 جرام. وفي الاخر شخصناها ان هي ايرن ديفيشنسي انيميا. لازم اوصل ايه السبب؟
فتيجي تسأل الأم أنت حضرتك ابنك ده بتطلعيه طبيعي ولا صناعي؟ رضع يا دكتور طبيعي. طيب بتأكليه حاجة مع رضاعة مولودة النهاردة قد إيه؟ 9 شهور. بتديله حاجة مع رضاعة خالص ورضع بس، ما بترضاش ياخد حاجة. أي حاجة تهام وهو مش متقبل أي حاجة يا دكتور. كويس؟ يبقى هنا ما بتأكلوش حاجة مع الرضاعة، يبقى اعتماده كله على اللي بياخده من اللبن. اللبن بيديله واحد من الجرام، هو محتاج من 2 إلى إيه؟ 3. هو مفيش استورز دلوقتي اتعوض، يبدأ يدخل من فين؟ في ايرن ديفيشنسي إيه؟ أنيميا. دي حاجة بنسميها إيه؟ ديلاية ويننج. يبقى لما نجيب سيرة الديلاية ويننج في الديكريز انتيك يبقى صح ولا غلط؟ لأن كلمة ديلاية ويننج إن الانتيك فقط يعتمد على إيه؟ على بريسمنت، والبريسمنت غير كافي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأير سبلمنتيشن. لسه الكلام ده هنقوله حالا في الأسباب. طيب النقطة الثانية، يبقى أنا هنا عندي الأير ديفيشنسي أنيميا متوقع أشوفها بعد 6 شهور. بعد إيه؟ بعد 6 أشهر. ليه؟ لأن أنا عندي ستورز تكفيني لمدة 6 شهور. هنكتب بقى بعد إذن حضراتكم في الصفحة الفاضية سؤال شفوي هام. إمتى تشوف أيرن ديفيشنسي أنيميا قبل 6 أشهر؟ إمتى بقى تشوف أيرن ديفيشنسي أنيميا قبل 6 أشهر؟ الله ينور عليك. أول حاجة بريماتيور، تمام. ليه؟ لأن الأستاذ عنده إيه؟ من شهرين بتفلس. مش كده وبس، لما تتكلم دلوقتي في البريفنشن هقول لك البريماتيور اول ما يدخل الشهر الثالث يديله ايرن على طول. ليه؟ لان ده مفلس ما عندوش. تمام؟ يبقى البريماتيور. حاجه ثانيه الانترا يوتراين دروس ريتارديشن، لان برضه عنده الاستورز بيفلس وهو عنده شهرين او اقل حسب هو الدروس ريتارديشن عنده ايه؟ قد ايه؟ يبقى ده متوقع ممكن يجيله ايرن ديفيشنسي قبل 6 شهور. طيب الحاجة التالتة، ها شغلوا انتوا عندكم كورتكس كويسة بس حصلها اكوايرد اكيورسي كتر الحرق حفظ ايه؟ الله ينور عليك. ايوه فقط الشيء ده يعطيه. انا قايل في بداية انا ما رضيتش اوضح فيه عشان اشوف انت هتقدر تطلع الكلام ده من دماغك ولا لا. انتوا احسن عقول في المجتمع. اذا ما كنتوا ما تفكروش يبقى على الدنيا السلام. انا لسه قايل الولد بيكون الاستاذ ديت في اخر 3 اشهر من الحمل. هو بيجيبها منين؟ واخدها من الام. فلو الام عندها ايرن ديفيشنسي انيميا مش هتقدر تدي للولد ما يكفيه منين؟ من الاستاذ. يبقى السبب الثالث لو الام عندها ايرن ديفيشنسي انيميا. الله يكرمك، هي دي اللي مطلوبه. يبقى هنا السؤال الشائع بقى، امتى تشوف ايرن ديفيشنسي انيميا؟ او تفكر في ايه لو لقيت واحد عنده ايرن ديفيشنسي انيميا قبل 6 شهور؟ او ده بيه 3 حاجات. يا اما الواد ده كان بريتر، يا اما كان عنده انترا براين دروس ايه؟ الترديش، يا اما الام كان عندها ايرن ديفيشنسي انيميا. في كل الاحوال الاستاذ عندنا ايه؟ قول ايه؟ نيجي بقى ندخل بقى دي الوفديه اللي احنا عايزينها. ما اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا؟ يا ترى ايه اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا؟ اول نقطه ديكريز انتيك.
مين؟ القبائل والأسلاف هي اللي بتصل الأصل أربعة قبائل تمين فورتيفايد من. طب اقتربنا اليوم قالت أنا ما باخدش فريش عالي من الملك لا كاو ملك ولا باقل ملك لكن باخد جبل بودرة. نوع الجبل بودرة اللي بتاخديه ايه؟ والله مش فاكرة كان في جبين قد ايه؟ مش حتى 3 4 كيلو بليز. ده اسمه ايه؟ Unfortified Artificial Milk. يبقى هنا لو الام بتدي ابنها كاو ملك او Unfortified Artificial Milk. السبب الثاني Delayed Weaning. ولسه دلوقتي الديلي ويننج هيقلل الانتاج. ايوه لان في الديلي ويننج اعتماد الولد في الانتاج على البريست ميلك فقط لا غير، والبريست ميلك ديفيشنت ان اي. وفي الوقت ده مفيش سبورت مين من الاستوز لان الاستوز دلوقتي فلس. النقطه الثانيه ممكن يكون المشكلة ان الايرن ما بيتخرجش ابسوربشن، يبقى الانجليز ايه؟ ابسوربشن اوف ايرن. طب يا ترى ايه الحاجات اللي تقلل الايرن ابسوربشن؟ ديكريز ابسوربشن. اول حاجة حضراتكم دلوقتي عارفينها اي حاجة تعمل الكالاين ميديا في الاستومك او الجلدين. يعني الناس اللي بياخدوا انتازيتس واللي بياخدوا مياه ذريه بيفرجز. تمام كده؟ طيب النقطه الثانيه في عندنا بقى حاجات ثانيه. ايه الحاجات الثانيه؟ other contents of food. في عندنا محتويات في الاكل بتؤثر على الايرن ابزوربشن يا اما بالبوستيف يا اما بالنيجاتيف، يا تزود الايرن ابزوربشن يا تقلله. ايه الحاجات اللي في الاكل اللي تزود الايرن ابزوربشن؟ حاجتين، الفيتامين سي والبروتين. الفيتامين سي ليه هيزود الايرن ابزوربشن؟ لان اسمه اسكوربيك اسيد. الفيتامين سي بيزود الاسيدتي، لما يزود الاسيدتي هيزود مين؟ الايرن ابزوربشن. الحاجة الثانية البروتين. ليه البروتين هيعمل زيادة في الابسوربشن؟ قالوا والله البروتين هيعمل زيادة في الابسوربشن. ليه؟ لأن حضرتك لما تاخد بروتين، البروتين ده بداية الدايجيشن بتاعته في الاستومك. كويس؟ مين اللي هيعمل دايجيشن البروتين؟ مين هيعمل دايجيشن البروتين؟ بيبسين. البيبسين ده طالع من البراعم الانسان في صوره ايه؟ بيبسينوجين. البيبسينوجين عشان يتحول لبيبسين محتاج اتش سي ال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لي اول ما حضرتك تاكل بروتين، اول ما الاستومك تحس ان دخلها بروتين بتزود الاتش سي ال سكريشن. لما تزود ال HCL secretion هي بتزوده ليه؟ عشان تحول البيبسينوجين الى ايه؟ الى بيبسين، عشان يتم هضم مين؟ البروتين. فانت حضرتك لو واكل بروتين الاسيدتي بتاع الاستومك بايه؟ بتزيد. لما الاسيدتي بتاع الاستومك تزيد الايرن ابسوربشن هيزيد. طيب الحاجه الثانيه بقى حاجات بتعمل مال ابزوربشن للفيتامين اسف للايرن. لو موجوده تمنع الايرن ابزوربشن زي ايه؟ الشاي. كويس؟ اكثر الشعوب بتشرب شاي المصريين. واكثر فئه من المصريين بيشربوا شاي الطلبه. انا بتكلم على احصائيات موجوده. كويس؟ الطلبه انت نفسيا قعدت على المكتب قبل ما تقعد حط الشاي، شرب ما تشربوش، ممكن تنساب عليه شويه. تيجي تشربه تقدر تقوم تعمل شاي ثاني عشان تحطه على المكتب. ده طقوس موجوده عندنا كلنا. طيب بالنسبه لي الشاي فيه تانيك اسيد. التانيك اسيد بيعمل
بيتفاعل مع الاير. لما يتفاعل يا اولاد مع الاير بيمنع الاير من ايه؟ ابسوربشن، بيمنع الابسوربشن بتاع الاير من ايه؟ تمام، وبالتالي بينزل بيه الستور. الحاجه الثانيه يا اولاد حاجه اسمها فايتيت وحاجه اسمها اوكساليت. الفايتيت دي موجوده فين؟ في القشره بتاعت الحبوب، قشره القمح، قشره الذره، القشره بتاعت الشعير، الحاجات دي كلها، القشره الرفيعه بتبقى على الحبايه. واحد يقول طب الحاجات دي هتوصل للطفل ازاي؟ توصل للطفل في اطفال الام طول النهار وطول الليل تاكله بليله. تسمع البليله ولا لا؟ البليله فيها كوم ايه؟ الكلام. البليله فيها قمح. ومش قمح بقى مقشره لك وحاطه لك في البليله بقشره وخيره. واضح مش القشره اللي بره اللي انت شايفها بره اللي هي بتاعت السنبلت. لا القشره تبقى رقيقه خالص على الحبايه نفسها. طيب كذلك الذره. واحد يقول لك الذره العيال بياكلوه فين؟ في الفشار. الفشار مش بياكلوه. ما بياكلوش فشار. الذره واخدين بالكم؟ بالقشره بتاعتها. فدي مأكولات شهيرة جدا الأطفال بياكلوه. في اكسس فايتيت. الإسراف هنا هيدخله في مال أبسوربشن للأير. ليه؟ لأن دول برضه بيمسكوا في الأير ويمنعوا الأير من إيه؟ أبسوربشن. واحد يقول طب إحنا عندنا في الأسواق المصرية المأكولات بتاع الأطفال في سيريلاك ومش عارف إيه ده. الحاجات دي ومعمول على سبلة القمح والكلام ده. الحاجات دي منزوعة القشرة. الحاجات دي منزوعة إيه؟ القشرة. يعني دول سيريلاك وما تخافش لأن القمح اللي فيه منزوعة إيه؟ القشر. طيب النقطة الثانية الأوكساليت. الأوكساليت يا أولاد موجودة في السبانخ وموجودة في الطماطم. أشهر حاجات، حاجات كتير أوي بس أشهر حاجات في السبانخ وإيه؟ والطماطم. ولذلك ناس بقى تقول لك أكلوا سبانخ كتير عشان السبانخ فيها حديد. أيوة بس معانا أوكساليت. الأوكساليت بيتفاعل مع الأير بيمنع الأير من إيه؟ أبسوربشن. النقطة الثانية الأم تشوف إنها تحتان كده تلاقيها قاعدة تأكله طماطم وسلطة تحط فيها طماطم أو كل حاجة قاعدة تأكله فيها طماطم. الطماطم بقى لو إحنا إديناها للعين القشرة بتاعت الطماطم القشرة اللي بره اللي هي فيها أوكسالين يبقى شلوا القشرة وأكلوا الطماطم. لكن إذا اتهنوا بالقشرة بتاعتها إيه اللي يحصل؟ هيتفاعل مع الأرض يمنع الأرض من إيه؟ أبسوربشن. طيب الأم بتحب تديله طماطم كتير ليه؟ تقول له والله الطماطم حمرا أنا عايزه يبقى أحمر زي الإيه؟ زي الطماطماية. تديله الطماطماية تلاقي الواد يبحث والطماطماية تحمر. واخد بالك لكن هو ما بيحمرش زي الطماطم. ما يعنينا؟ يبقى هنا الفايتين والأوكسالين. وبالتالي هي بقى في حاجات في الأكل لازم أسأل عليها. إيه الحاجات اللي بتقلل الأرض من أبسوربشن؟ أول حاجة لو الأكل بتاعه فيه لو بروتين، لو فيتامين سي، أو إكسس دي، إكسس فايتات، إكسس أوكسالين، سهلة الدنيا كده؟ الحاجات اللي بتزودها زادت، والحاجات اللي بتقلل الأبسوربشن زادت. السبب الثالث من أسباب الأير ديفيشنسي اللي هو ديكريز الستورز. الستورز عندنا قليل. ديكريز الستورز. طبعا قلنا الكلام ده دلوقتي الناس اللي هم في تيرم او الاطفال اللي عندهم انتر اكتراين جروس ايه؟ ريتارديشن. النقطة اللي بعد كده او يكون الام عندها ايرن ديفيشنسي انيميا. يبقى انفانتوم ايرن ديفيشنسي انيميا ايه؟ بعد كده السبب الرابع اللي هو اكسس ريكوايرمنت. المشكله احنا محتاجين اير كتير اكسس ريكوايرمنت. الاكسس ريكوايرمنت اوف اير
ازاي؟ احنا في مرحلة الادوليسنس في عندي رابد ريت اوف جروث. الادوليسنس بيجي تبدأ من بعد 10 سنين الى عمر 15 سنة في البنات، ومن بعد 12 سنة 17 سنة في الولادة بسبب فترة المراهقة. الفترة دي بتلاقي ريت اوف جروث عالي جدا، العيال بتطول بمعدلات ملحوظة، جسمهم بيكبر معدلات ملحوظة للكل. بمعنى ايه؟ ان ما ينفعش يجيب الجزمة اللي اشتراها في العيد الصغير ويعيد بيها في العيد الكبير، لا تغلط عليه. ليه؟ لان مقاس القدم بتاعه ده. البنطلون اللي جابه في العيد الصغير يجي يلبسه في العيد الكبير يلاقيه بقى برمودا. كويس؟ البنطلون برمودا برده في الصيف اللي فات يجي يصيف فيه يجي بعد كده حاجه كده يعني ما يتلبسش. ما يعني يبقى هنا الريت اوف جروث عالي. الريت اوف جروث العالي ده معناها ان انا عندي رابيد ريت اوف جروث، معناها ان الخلايا دي تتكاثر بسرعه عاليه محتاجه اكسجين زياده. وإذا محتاجه اكسجين زياده الاريثروفيسيس بيزيد جدا في مرحله مين؟ الادوليسنت عشان يغطي الريت اوف جروث العالي. ادام الاريثروفيسيس بيزيد يبقى الايرن ريكويرمنت لازم تزيد. احنا بنقول احنا في الوضع العادي عادي في الاطفال بنحتاج من 2 ل 3 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي. ايه؟ الالمنتال ايرن. ايرن كل يوم محتاجين 2 ل 3 ملي جرام بير كيلو، مش سهل الكلام دلوقتي. اثناء الادوليسنس بنحتاج من 10 ل 15 ملي جرام بير كيلو جرام بير ايه؟ بير دي. يعني الكميات بتتضاعف. كويس؟ لو انتوا بصيتوا كده في 5 اضعاف دورا، يبقى احنا بنحتاج 5 اضعاف الديلي ريكويرمنت اثناء مين؟ الادوليسنس. هنا بقى لو انا ما خدتش بالي في مرحله الادوليسنس وعملت ايرن سبلمنتيشن كويس او اكلت الولد او البنت كويس في هذه المرحله ما كانتش احتياجاتها الكافيه، ممكن في الوقت ده يجي لها ايرن ايه؟ ديفيشن. مش عشان حاجه، عشان اللي انت بتديه لها غير كافي بالنسبه لايه؟ لاحتياجاتها. السبب الاخير من اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا هو اهم الاسباب على الاطلاق، اللي هو اكسس لوس اوف ايرن. اكسس لوس اوف ايرن هو اهم اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا على الاطلاق. احنا عندنا اكتر حاجه فيها ايرن يا اولاد هو ايه؟ الارت ديزيز. الار بي سيز هي اكثر شيء في ايرن. تعالى لو فكرت ار بي سيز، لو فكرت ار بي سيز انا باخد الايرن بالفعل، لان الايرن موجود بكميه كبيره جدا داخل الهيموجلوبين. طيب يبقى اي واحد عنده كرونيك بلاد لوس، انا ما قلتش اكيوت بلاد لوس، لان لو واحد جاله اكيوت بلاد لوس زي مثلا لا قدر الله في حادث حصل مثلا في ده بيروح في هيموراجيك شوك ولازم يطلع في الحاجة. لكن الكلام ده كرونيك بلاد لوس في مثلا ادوليسنت في مين؟ بيجيلها منوراجيا. المنستريشن عندها بينزل جامد قوي. فكل مثلا شهر بينزل كمية دم أكتر من الجاز. واحد كل شوية بيجيله أتاكس وتستاكسس. تمام؟ كل مرة بيطلب له بتاع مثلا 10 15 سم دم. واحد عنده انكليستوما، قال لكم زمان في الباراسايتولوجي ان الدوده الواحده بتاكل في اليوم من نص واحد ايه؟ سنتي دم. من نص واحد سنتي دم، فلو عنده 100 دوده في اليوم هياكلوا قد ايه؟ من 50 ل 100 سنتي دم يوميا. يبقى في الحاله دي الانكليستوما برضه هتعمل هذه القصه. خلي بالك الانكليستوما من الحاجات الخطيره جدا وموجوده طبعا ما زالت موجوده عندنا في مصر في بعض الاماكن الريفيه اللي هي برضه ما زال الناس بيرفوتد، الناس بتمشي حافيه. واضح؟ واحد يقول بتمشي حافيه مستغرب كده، ان شاء الله بكره هتروحوا تاخدوا تكليف وتروحوا في مناطق نائيه هتلاقي ناس ما تلبسش حاجه في رجليها يوم العيد. واضح كده؟ حتى يوم العيد يبقى جايب الحاجه دي وحاططها تحت باطه كده عشان تتوسع وماشي حاجه. طيب ما يعنينا؟ ما زالت هذه
موجود، مسألة ثلاث أشياء موجود. يبقى هنا بالنسبة لنا الاكتروسوما موجودة في مصر. طيب يبقى هنا أيا كان بقى السبب، كرونيك بلاطس، واحد عنده بليدنج بالريكتم، واحد كل شوية يجيله أتاك في ناتوريا، واحد كل شوية يجيله هيموكسيس أو هيماتيميسيس واتيفر، أي سبب من أسباب الكرونيك بلاطس، كل مرة أنا بطل شوية أر بي سيز بشوية أر مع الوقت يجيلي أي أر بي ديفيشنسي أنيميا. يبقى أسباب الأي أر ديفيشنسي أنيميا قدامكم دلوقتي خمس حاجات: انتيك قليل، ابزوربشن قليل، ستورز قليلة، يا إما ريكوايرمنت زيادة يا إما لوس إيه؟ في مشاكل. كاربنت بروتين الرجي، الكاربنت بروتين الرجي في عندنا بعض الاطفال عندهم سنسيتيفيتي للكاربنت بروتين، حساسيه للبروتين بتاع الكاربنت. لما يجي دول ياكلوا لبن صناعي، البروتين بتاع الملك بيعمل انفلاميشن في الورودات، تلاقي الولد يقول لك انا لو خدت لبن صناعي من الامرا، تقول لك لو اديت الولد لبن صناعي من هنا، تلاقي بدا يجيله مغص شديد ويسهال وزي بسونتاريا بالظبط. كويس؟ يعني ايه؟ بينزل دياريا وميوكس وبلاط. ليه؟ لان الانفلاميشن ده بيعمل اروجن في الميكوزا وزي ايه؟ اه ده جاب هيعمل ألسرز، مايكرو ألسرز، واحتاج تنزل الجي اي دي. طيب بعد كده النقطه الثالثه النهارده اللي هو كلينيكال manifestations of iron deficiency anemia. طبعا ايه هي الكلينيكال manifestations of iron deficiency anemia؟ لو جينا بصينا على الكلينيكال مانيفستيشنز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا، اول حاجه سيمبتومز اوف انيميا، في عندنا سيمبتومز اوف انيميا. symptoms of iron deficiency anemia، اول حاجه general symptoms of anemia اللي انا شرحتها في الحصه الاولى تحت ما قلتش. الولد الام تقول لك والله بيسطع كتير مش كده وبس، ما بيركزش كويس، بدليل ان الولد في الدراسه بتاعته بقى الناس اللي معاه في الكلاس يشتكوا والله الولد مستواه الدراسي بدأ ايه؟ يقل. مش كده وبس، بدأ يجيله بيزنس يحس بطوارئ كتير. مش كده وبس، بدأ يجيله أحيانا سينكوبال أتاك، يقوم ويقع مرة واحدة. غير كده بيشتكي هو إن في ضربات قلبه سريعة، بالبيتيشن. غير كده ممكن يشتكي من تشيست بين، بيتعب بسرعه، عنده ايزي فاتيجابيلتي عشان المصل اسكيميا، ولو عمل اي مجهود بزياده يبدا يجيله مصل كرامبس او انترميتنت كلوديكيشن. تمام كده؟ مصل كرامبس او انترميتنت كلوديكيشن، ده شغله. امال ايه بقى الحاجات اللي انا هزودها على السيمتومز هنا بتاعت الانيميا اللي هي ما بتحصلش الا مع الاير ديفيشنسي انيميا؟ سبيسيفيك سيمتومز. ايه specific symptoms؟ specific symptoms اول حاجة عندنا انوركسيا. الولد ما بقاش ياكل زي الاول. كويس؟ مش متقبل الاكل. ايه علاقة الانوركسيا بالايرن ديفيشنسي انيميا؟ قالوا لنا معلمونا زمان في الفيزيولوجي ان احنا عندنا في البرين في حاجة اسمها فيدنج سنتر. الفيدنج سنتر ده هو اللي لما يشتغل يدي اوامر، الاوامر ديت
توصل للدوكرينا الجلاند وغيرها الى اخره، تبدا حضرتك تبحث عن الاكل وتاكل، تبدا تحس ان انت جعان وتبدا تبحث ان انت تاكل الاكل اللي انت هتاكله. طيب السيجمنتس اللي جوه الفيجن سيستم دي، الاشارات اللي بتطلع منها دي، مين اللي بيطلعها او مين المسؤول عن هذه الكهرباء اللي شغاله وتطلع هذه السيجمنتس والاشارات؟ حاجه عندنا اسمها سيتوكروم سيستم. اسمها ايه؟ سيتوكروم سيستم. ما سمعتوش حتى عن المسميات؟ سمعت عن سيتوكروم سيستم. السيتوكروم سيستم المين كومبوننت بتاعته ايرون زي الهيموجلوبين كده. السيتوكروم سيستم بيتكون من ايه؟ من الايرون. السيتوكروم سيستم هو اللي بيشغل الفيلين سنتر وهو اللي بيطلع هذه الاشارات. يبدا حضرتك شهيتك تروح الاكل تبدا عايز تاكل. تخيل الايرون ان السيتوكروم سيستم اكتيفيتي هتقل، السيجمنتس اللي طالعه من الفيلين سنتر تبدا تقل، يبدا شهيه الراجل الاكل ايه؟ راح تجيب سنترال ايه؟ سنترال فوز. مشكلة وبس. الناس بتوع التغذية بدأوا يلاحظوا ظاهرة احنا كلنا بنلاحظها. اللي معاه موبايل، اللي معاه موبايل يقفلوا يقفلوا أكتر. الناس بقى بتوع التغذية بدأوا يلاحظوا ظاهرة احنا كلنا بنلاحظها. امال الفرق ايه؟ احنا لله الحمد عندنا مشكله ان احنا دايما بنحوش فتره كتير. اي حاجه تشوفها عم تكبر دماغك، كبر دماغك. كل واحد يقول لك ايه؟ نفط، كبر دماغك. العيال الصغار يقول لك يا عم تقلب المواضيع. انا كده تاني لحد ما بلقنا الحمد لله البلاها على الكل. لو بلاش حتى واحد يموت واحد ماليش دعوه. اعمل لعبه انا مالي. كويس؟ هنا اي حاجه لازم تعدي قدامك اوعى تعديها كده، لازم تفكر فيها. الناس فكرت يا ترى فلان ده مثلا لما بيجي ياكل بيحب ياكل انواع معينه. فلان الثاني ممكن ما يحبش الانواع دي وياكل انواع ثانيه بالتالي ما بيحبهاش. حضرتك بتحب كذا؟ تيجي تسال فيه يا ابني ما بطقش الحاجه دي ما اقدرش اكلها. واحد تاني يقول لك لو شفتها ممكن ارجع اشتريها، لو شافها ممكن ايه؟ يرجع. كويس؟ كل واحد له اشياء يحبها في الاكل واشياء يكرهها. طيب ايه اللي بيتحكم في ليه الاكل حسب السجن اللي طالعه ايه؟ الكلام ده من ساعه ما بدأوا ياكلوك وانت طفل صغير. لما هنتكلم على الوين هنقول الام اكلت صنف واحد كل اسبوع. قلت لي العيل شوف هتقبله ولا لا؟ وبعد كده زودي عليه كل اسبوع صنف وكل اسبوع صنف وكل اسبوع صنف. بيقول كده ليه؟ لان كل حاجه بياكلها يبدا يتكون لها سايكل في السيتوكروم سيستم تتحبها وتبدا تشتغل. يبقى هنا شهيته بيحب الشيء الفلاني وبيحب الشيء الفلاني وبيحب الشيء الفلاني. كل حاجه ديت رفضها. تبدا السايكل دي يحصل لها بلوك من فوق عمره لا يشتهيها. إذا أكلها بقى إجباري دي قصة تانية. طيب هنا بقى ولدوا إن في الأمور الشديدة يبدأ أجزاء من السيتوكروم سيستم تدي أبنورمال سيجنالز. الأبنورمال سيجنال دي تخلي شهية العيل تتجه إلى أشياء غير معقولة. إزاي؟ أنت لما تيجي تقول لي والله أنا لسه آكل تفاح هستغرب. عادي. تقول انا لسه اكل مانجا النهارده؟ اقول لك عادي. نفسي مش عارف روح في البيت وقول لهم انا عايز اكل الشيء العلاني بيستغربوا. عادي. لكن حضرتك مثلا لما تروح البيت وتلاقي عيل صغير او يجي لك في العياده عيل صغير الام تقول لك ده دكتور الولد بيبحث عن اي حاجه فيها طين وياكلها. مش كده بس، يمسك الشبشب بتاع ابوه كم مرة؟ انا والله العظيم
الفرقة طول عمرك. تلاقي بقى المدام كل يوم لها طلبات. عايز من حقها؟ لكن مثلا تيجي تقول لك انا النهارده نفسي راح اكل تفاح مثلا. تقول لها والله انا جيت تعبان مش قادر انزل اجيب تفاح مثلا او عيش مش قادر اجيب تفاح او ما فيش تفاح اليوم ده انزل وراه من فين؟ تقول لك والله انت حر بقى لو انت نزل في تفاح هتخش وبمحض الصدفه العيل ينزل عنده هنا مديون تقول له هيجيب تفاحه لو انت جبت التفاحه ما كانتش اللي مديونه دي ايه؟ حصلت ليس له علاقه. اذا كانت المراه الحامل بتطلب اشياء ماكوله ده بسميه سودو بايكا دلع من حقات الدلع. لكن مثلا لقيت المكان بتطلب حاجات غريبه قوي قاعد معاها لقيتها مثلا وهي قاعده مثلا ثلاث نص انت من اول مجرد متوتره ولا حاجه قاعده تعبط في الالم لكن مش بتحرك كتفك. روحت البيت لقيت مرات الكتفه بتاعتي مش موجوده. احكي ايه؟ تقول لك والله احسن تلمسني دي كانت وتعب على الحمل. لو حل لهذه المرأة هي عندها ريفولوشن ثانية. فالدروب بايكا بيجي لاستفادة الحوامل عندهم ايه؟ ريفولوشن ثانية. تلاقي الست بقى بتروح على حاجات غريبة ومريحة. أيا كان ده مذكورة عشان الناس معدتها بدأت تشتغل. يبقى دي بسميها بايكا. السيفير ايرون ديفيشنسي انيميا. طيب بعد كده symptoms as a sign. يبقى symptoms وانا جنرال وزودت عليه انوريكسيا وايه؟ وباي. بعد كده signs. يا ترى ايه هي signs of higher deficiency anemia؟ general signs of anemia اللي هي ايه؟ تكيكاردي والبالغ. صح كده؟ امال ايه بقى specific؟ أول حاجة لو جيت بصيت على بق العيان وقلت له افرك لسانك لبره تلاقي عنده ريد جليزد طن. يبقى هنا يبقى عندهم على الطن ريد جليزد طن محمر قوي ويلمع. ليه؟ لان بدا يحصل اتروفي للبابيليو والطنج. لما بيحصل اتروفي للبابيليو والطنج اصبح الطنج سطح املس بيكون الرايه ضيقه فبدا يبان الماسكولاريتي اللي تحتيه واضحه قوي تبان محبري قوي بالاضافه ان بيلمع لان بقى سطح املس فبدا يلمع. النقطه الثانيه تيجي تبص على توتره. لو بصينا على الشكل الطبيعي بتاع اي رافع عندنا هتلاقي المنظر ده. ده الشكل الطبيعي. في عندنا هنا حاجه اسمها انجل. الانجل دي ترفع ازاي وحاطط صباعين جنب بعض كده يبقى في زاويه ويندو. طيب هنا بقى تيجي تبص هتلاقي النيل بيت حصل فيه اكتر فاصبح النيلز اصبح شكلها كده. هل الاظافر اهي بدا يحصل اكتر في النيل بيت فاصبح شكل النيل بيت مش الشكل العادي ده. تبص على النيل بيت بقت عامله زي المعلقه بسميه سبولينج اوف ذا نيلز او يسموها كولينيكيا. سبولينج اوف ذا نيل او كولينيكيا نتيجه ما يحصل اتروفي للنيل بيت. اتروفي مين؟ نيل بيت الطفل اللي قبل جوه.
فقط من 10 إلى 15% من العيانين لو بصيت على الأبدومين تلاقي عندهم إسبلينوميجالي. إسبلين كبير في 10 إلى 15% من الحالات. يبقى هنا ممكن تلاقي عندهم إسبلينوميجالي في 10 إلى 15% من الحالات. يبقى انا هنا اتكلمت على الكلينيكال مانيفيستيشن سواء سيمبتومز او ايه وساين وركزت على حاجات سبيسيفيك. طيب النقطه الثالثه ومش هرجع اقول التريتمنت كويس اللي هو الانفستيجيشنز. ايه الانفستيجيشنز اللي هنعملها؟ طبعا يا ولاد حصة امبارح بيجاله نص كانيميا هتتعاد بكره الساعة 1 ظهرا، لكن من أول يوم الثلاث هيحصل تغيير في المواعيد عشان جدول البطن السلامي بيبدأ من 8 إلى 2:30 فكمان لا يناسب الصبح ولا يناسب بعد الظهر 2:30 ده هتبدأ واحدة. الحصص هتبقى الأسبوع الجاي مش الأسبوع الجاي من أول ثلاثة 7 زي ما احنا ومش عايزين البطن يحضروا الصبح عشان ربوش يعني ما يصرفعوناش عشان الكلية يحضروا 2:30 يبقى بعد الظهر هتبقى كام؟ 2:30 عشان تبقى بعد راوند البطن يبقى خلص الراوند. مش كده وبس، في الأطفال كمان هيبقوا بعد كده لهم تيتوريال. التيتوريال هتبقى من 1 لـ 2 برضه ممكن لو عايزين يحضروا بعد الظهر يبقى هيناسبهم معاك بعد الظهر. انا هختار الساعة 2:30 يوم الحد ويوم الثلاث هتبقى 2:30. الكلام واضح؟ من الاسبوع القادم احنا قلنا نمشي في نيماتولوجي بس عشان برضه الناس قالوا هتلخبط ومش هتلخبط وخسرين. الحصة الأولى هتبقى السبت، احنا بنقول 3 لحد ما اخلص هيماتولوجي بس. وبعد كده الحصة بتاعت السبت والاثنين هتتلغي. الحصة الأولى هتبقى السبت الأسبوع القادم. السبت تعاد لحد بعد الظهر 2:30 بقى. الحصة الثانية يوم الأحد الصبح تعاد 2 بعد الظهر. الاثنين اللي أنا ما أقدرش أغيره كان 2:30 معلش على أساس إن أنا عندي عيادة في بنها وببدا بدري فيها وما اقدرش اختار. تمام؟ فهو الوحيد اللي مش هقدر اختاره الاثنين. ليه؟ الاثنين ده مؤقت هو والسبت هنشيله بعد ايه ما اقدرش. اما الثلاث صبح فعدت نفس اليوم بعد الظهر. سهله كده؟ وبتوع الاطفال هنقعد معاهم بكره من 9 لـ 11 وتعاد من 11 لـ 1 فظبطوهم المواعيد برضه عشان نبقى بعيد عن موضوع مين؟ الراوند من اول حصه ثانيه. ايا كان انفستيجيشن.
سبيسيفيك ايه؟ هايبوكراي. يبقى التايب بتاعها مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا. طيب ما معنى مايكروسيتيك؟ يعني مين كورباسكولار فوليا اقل من 60 فيمتوليتر زي ما قلت في اول محاضره. هايبوكرونيك معناه ان مين كورباسكولار هيموجلوبين اقل من 26 بيكو جرام. سهل كده؟ طيب النقطة الثالثة الريتس، هل الايرون ديفيشنسي انيميا هتؤثر على السنسز ولا تؤثر على اللوس؟ على السنسز. يبقى هنا الريتس توقعاتكم في الايرون ديفيشنسي انيميا اخبار ايه؟ هتبقى قليلة. يبقى هنا الريتس سلو ايفن ممكن توصل زيرو. يبقى هنا الريتس واطي قوي ايفن ممكن تبقى زيرو. النقطة الأخيرة ودي هتهمني عشان لما أقول الديفرنشال دايجنوزس في الحصة بتاع يوم الثلاث اللي هو البلاد فيلم. إن أنا لو كانت عينة من أو نقطة من العينة اللي أنا واخدها من العيان وفرقتها على السلايد هلاقي نو ابنورمال سيلز، وهذه الكلمة تعني الكثير. نو ابنورمال سيل، ما عنديش ابنورمال سيلز. ليه الكلمة دي تعني كده؟ حاجات مهمة دي. لأن النوبة الجاية حتى المحاضرة بالديفرنشال دايجنوزس اوف مايكروسيتيك هايبوكروميك ايه؟ انيميا. هلاقي حاجات كتير قوي بتعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، لكن كل واحدة فيهم معاها ابنورمال سيل دايجنوستيك ايه؟ يبقى هنا السي بي سي الحاجات اللي تقدر تنتظر ده ايرون ديفيشنسي انيميا ولا لا، الولد عنده انيميا نوعها مايكروسيتيك هايبوكرونيك والريتكس واطيه، واهم نقطه اللي مفيش ابنورمال سيل فين؟ في البلاد فيل. بس هل هذا الكلام يؤكد الايرون ديفيشنسي انيميا؟ لا. ايه اللي ياكده؟ اقيس السيرم ايرن او السيرم فيريتين. نيجي نقيس السيرم ايرن او السيرم فيريتين. سيرم ايرن او سيرم فيريتين، متوقع السيرم ايرن والسيرم فيريتين ايه؟ قليلين. مش مهم ارقام هنا، سيرم ايرن او سيرم فيريتين ايه؟ قليل. كويس كده؟ يبقى عنده سيرم ايرن او سيرم فيريتين قليل. طيب النقطة الثانية بنعمل حاجة اسمها ايرن بايندينج كاباسيتي. ايه قصة الايرن بايندينج كاباسيتي؟ احنا بنقيس الفري سايتس الموجودة على الترانسفيرين اللي ممكن تشيل ايرن. ازاي؟ نفترض انا عندي هنا ادي ترانسفيرين. ترانسفيرين اللي انا رسمه باللون الايه؟ الاسود ده. الترانسفيرين نفترض جدلا ان هو ترانسفيرين بيشيل او عليه ثلاث اماكن يشيل عليها ايه؟ يشيل عليها ايه؟ ثلاث اماكن انتوا شايفينهم دول. انا كشخص نورمال هفترض انا كواحد نورمال المفروض عندي مكانين فيهم ايرن. ترانسفيرين عندي عمره ما هيبقى كل الساتورين. مكانين فيهم ايرن ومكان فاضي. بس كده؟ طيب احنا بنعمل ايه؟ جيت خدت العينه بتاع سعادتك كشخص نورمال وقمت حاطط على العينه ليبل ايرن عليه ماده مشعه او انا معلمه حاجه عشان اعرف احطه ايه؟ بايديا واشوفه مسك في الترانسفيرن بكام حته. نفترض الايرن اللي انا حاطه من بره باللون الازرق، الايرن هينزل فين؟ المكان الفاضي. فهنا حطيت باللون الازرق ما
سكشن لقطة واحدة اللي هي فصل. فلو جيت قلتلي انا مثلا السيرة اير هيطلع اثنين اللي هو الحمر دول، والسيرة اير ديفايننج كبس تطلع ايه؟ واحدة. سهل كده؟ تاني وعشان انت بتكتب خليك معايا دلوقتي. بقول انا بفترض انا كشخص طبيعي انا عندي الترانسفيرين كل ده فور اكزامبل، اللي عنده الترانسفيرين عليه ثلاث اماكن للغايه. احنا كامور طبيعيه عمرنا ما بيحصل فور ساتوريشن في الغايه، فعندنا مكانين هنا على الترانسفيرين شايلين ايرن اللي هو الاحمر ده ومكان فاضي. تمام؟ جبت الثاني السيرم كريتين او السيرم ايرن طلع اثنين اللي هم الاثنين الحمر دول. طب انا لما اجي كباستي هحط ايرن من بره بعلمه اللي هو الازرق ده واشوفه هيمسك في المكان الفاضي عشان احسب الاماكن الايه؟ الفاضي على الترانسفير. طلع هنا الايرن بايننج كباستي واحد، فانا كشخص طبيعي مثلا السيرم ايرن اثنين والايرن بايننج كباستي ايه؟ واحد. طيب نفترض في واحد عنده ايرن كتير، الناس بتوع الهيموسيدروسيس الايرن كتير، فالترانسفيرين بقى ايه؟ ساتوريت. يبقى انا كده الايرن المفروض عندي اثنين، المفروض عندي اثنين، هنا الايرن بقى كام؟ ثلاثه عادي. اجهز الايرن بايننج كباستي المفروض كانت واحد زيرو، قال ولا ما قالتش؟ يبقى لما الايرن يزيد الايرن بايننج كباستي ايه؟ قال. طب افترضنا واحد عنده ايرن ديفيشنسي انيميا بقى اللي هو موضوعنا، يا دوب عنده مكان واحد شايل ايرن لانه ما عندوش ايرن، مكان واحد بس اللي شايل ايرن، تقسيمه الايرن طلع ايه؟ واحد. المفروض كان اثنين بقى واحد قليل. اما اجي بقى اعمل اير ليفايندي كباستي مسك في اثنين، فالاير ليفايندي كباستي هنا تبقى عاليه ولا واطيه؟ عاليه. الكلام اللي في النهايه ايه؟ لو الاير واطي يبقى الاير ليفايندي كباستي ايه؟ والعكس صحيح، لو الاير عالي الاير ليفايندي كباستي ايه؟ تبقى قليله. يبقى هنا في الاير ديفيشنسي انيمي هلاقي السيرم اير واطي، لكن الاير ليفايندي كباستي ايه؟ هلاقيها عالية. طيب احنا قلنا الهيموجلوبين بيتكون من هيموجلوبين او الحصه. الهيم عباره عن ايه؟ ايرن وبروتوبورفين. تخيل بقى البوم مارو بيصنع بروتوبورفين ومش لاقي ايرن، تيجي تقيس الفري بروتوبورفين تلاقي عالي. ده المفروض اي بروتوبورفين بيمسك فين؟ طيب انت لقيت بروتوبورفين وزود ايه؟ وزود ايرن، دي كلمه ان انا هلاقي جوه الار بي سيز الفري اريثروسايت بروتوبورفين اعلى من الايرن، يبقى هنا في فري اريثروسايت بروتوبورفين عالي، ودي من الحاجات الدياجنوستيك عندنا ومن الحاجات الهامه، لكن مش كل المعامل بتعملها. لكن احنا بنعتمد على الاساس ان السيرم ايرن واطي والايرن بايننج كباستي ايه؟ عالي. كده انا شخصت ايرن ديفيشنسي انيميا، يا ترى سببها ايه؟ بقول انفستيجيشن ساتوريشن اندر لاين ديتوكشن. لو افترضنا مثلا ولد كل شويه يجي لي ابدومينال كوليك ويجي له ديسنتري، اعمل له ستول اناليسيس. واحد كل شويه يجي له هيماتيميسيس، اعمل له اندستوري. واحد جاب لي هيماتوريا، اعمل له اناليسيس واشوف ايه سبب الهيماتوريا. وهكذا. يبقى هنا انفستيجيشن ساتوريشن اندر لاين ايه؟ اتشارج. سهلة؟ احنا قلنا ايه النهاردة؟ النهاردة تكلمنا على الآتي. ايرن ديفيشنسي انيميا، لما بقول ان السمري، مش عايز اي الف، كله يقفل وخليه معايا عشان دماغه تتدفى قبل ما خلاص؟ خلاص. خلاص يا دكتورة، هي اللي ناقصها التعاطف السكري. قلنا يعني ايه ايرن ديفيشنسي انيميا؟ انيميا او ديكريز سنسورز ايرن ديزيز ديو تو ديفيشنسي اوف ايه؟ اوف ايرن. ما اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا؟
سيكولي. ليه؟ عيل بيعتمد على كامل الكامل العالم يجيله لي ولا يحصل له أطوش. النقطة الثانية بياخد unfortified acquisition ايه؟ من او delayed weaning. قلنا ليه delayed weaning سبب ان الكيس ينتهي لان الواد بيعتمد على بريسمنت من وقت الاسطوز دي خلصت بعد 6 شهور. طيب السبب الثاني ديكريز ابسوربشن. في حاجات تقابل ايرن ابسوربشن تحديدا زي ايه؟ زي الانتاسيدز البيبرجز بالاضافه الى اكسس دي اكسس فايتين اكسس اوكسالين لو فيتامين سي لو بروتين. اما الحاجات بقى النون سبيسيفيك اللي هتقابل كل حاجه زي واحد عنده كرونيك دايريا او مال ابسوربشن سندروم كل شيء لا ينفصل ضمنه مين؟ الايرون. السبب الثاني اللي هو ديكريز ستورز. الثالث اسف ديكريز ستورز. الستورز هتقل فين؟ الناس اللي عندهم بريتر او عندهم انترا جراين جروث ريتارديشن او انفنت او ايرون ديفيشنسي انيريك ايه؟ مرض. السبب الرابع اكسس ريكوايرمنت في الادوليسنس. السبب الخامس وحبوهم على الاطلاق اللي هو اكسس لوس الناس اللي عندهم كورونيك بلاد لوس. كلينيكالي الناس اللي عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا هيجوا بايه؟ هيجوا بجنرال سيمبتومز اوف انيميا. زودنا عليهم الانوريكسيا اند بايكا وفهمنا ان في خلل في السيتوكروم سيستم في الفيدنج سنتر. طيب الساينس جنرال ساينس اوف انيميا هو الالورد والتاكيكارديا. زودنا عليهم ثلاث حاجات اللي هو الريد بليز بانك ريسبوندينج اوف انيميا وممكن الاقي سبرين اوميجا 10-15% من الحالات. ايه الانفستيجيشن اللي احنا هنعملها؟ اول هدف يا ترى عملت ديفيشنسي انيميا ولا عملت سي بي سي؟ طلع الولد عنده انيميا نوعها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا الريتكس مافيا ونوع ابنورمال سيل اسم السيرم اير لقناه واطي اسم الاير دايمنج كباسيتي لقناها عاليه والفري ريسوسايت بروتوكوكرين ايه؟ عاليه. بعد كده انفستيجيشن تو ريتش ذا اندر لاين ايثولوجي. قصه امبارح بتاع بكره الساعه 1 للكلام صبح الساعه 7 مع دكتور الساعه 2:30 عشان ظروف الجدول بتاعته. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.